مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. قبل أي حاجة بحب طبعا أوجه التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية كلها، كل سنة وانتم طيبين. المولد النبوي الشريف، يا رب إن شاء الله تكون كل أيامنا سعادة ومصر دايما في أمن وأمان. طبعا البيت الكبير النهاردة عندنا إن شاء الله ملفات كتير هنتناقش فيها من خلال طبعا ضيوفنا اللي هيشرفونا. هيكون معانا في الفقرة الأولى الأستاذ عصام شلتوت، طبعا الكاتب الصحفي الكبير المتميز. الفقرة الثانية هيكون معانا واحد من لعيبة النادي الأهلي السابقين، أحمد صديق، ده نجم النادي الأهلي، كان أحد نجوم طبعا الجيل الذهبي في الألفية الحديثة. هنتكلم معاه عن النادي الأهلي ونتكلم كمان معاه على ذكريات البطولات. في الفقرة الأخيرة إن شاء الله، الفقرة الثالثة، معانا أيضا نجم من نجوم وأساطير النادي الأهلي، الكابتن ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب. إن شاء الله حوار شيق، هيكون فيه أكيد كواليس ومعلومات جديدة. خليني